طبعا يا اخواتي الكرام والاعزاء، الشرعي يطلب اجراء بعض المحادثات المنفرده مع الزوجين قبل اتمام الاجراءات، وهذا لان ما انتم بصدده حلال، ولكنه ابغض الحلال، فابغض الحلال عند الله الطلاق. وبناء عليه فليسمح لي السيد سيف. تفضل. مش تراجع نفسك يا اخ سيف؟ لسه قدامك فرصه لل لا وسمحت يا مولانا، يا ريت تخلص. تفتكر 10 سنين؟ بفكر 9 سنين منهم وتسع شهور ان انا عايزه اتطلق. ممكن اغير رايي في 5 دقائق يعني. المرحله التاليه مرحله المحكمين. محكم من طرف الأستاذة ومحكم من طرف الأستاذ يكون مشهور عنهم الحكمة والتحلي بلطائف الأخلاق وترجيح العقل. مستحيل، دي بنت ما تتعاشرش يا عم. طلق إيه اللي هيولع بجاز وسخ؟ إنه في يوم بتاريخ حضر السيد سيف الدندراوي حسين المولود بتاريخ 25 أكتوبر 77. كنت متأكدة أنه برج العقرب. بجهة شبرا مصر. وجنسيته مصري وديانته مسلم ومهنته مدير مصنع نظيمة للملابس. والسيدة فاتن أمل حربي المولودة بتاريخ 3 يناير 80. بجهة الجيزة. وجنسيتها مصرية وديانتها مسلمة ومهنتها موظفة في شهر العقاري. وقررا أنهما دخلا ببعضهما وعاشرا بعضهما معاشرة الأزواج ويرغبان في الطلاق الآن. يا ست فاتن، أنت أخذت مؤخر الصداق المسمى بينكما في عقد الزواج؟ 1000 جنيه من 10 سنين، فبلاهم يعني. لا يا حبيبتي ما بلاهمش، فضالي أهو 1000 جنيه، إحنا ما بناكلش حاجة على حد. هو ينفع يا مولانا في القانون والشرع ان ام الزوج هي اللي تدفع المؤخر؟ يا ست ميسون ربنا يصلح حالك، احنا بنهدي النفوس. لا ما انا بهدي اهو. يا ست فاتن، انت اخدتي شهور عدتك؟ وايه لازمتها الاسئله دي يا مولانا؟ ده الشرع والقانون يحتم بيانها مع كل الحقوق والواجبات قبل اجراء الطلاق. و دي تبقى عدتها كام؟ دي بقى تتفقوا فيها بينكم وبين بعض او في المحكمة. يبقى في المحكمة. عدتها ملزمة منك يا استاذ سيف طوال 3 شهور العدة، وطالما انتم موجودين في بيت واحد. يعني ايه في بيت واحد؟ بقول على الشرط. لا معلش ثانية واحدة، الكلام ده بجد؟ اه بجد. فل يا فاتن. فل ايه وزفت ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقولك على الصبح. انت لو بتسمعي الكلام من الاول وتقفلي الشبابيك ما كنتش اشتريتها مسمارها كده. على فكره انا ما رضيتش اقلقك، قلت تصحي على رواق عشان ادخل مسمار. لا عارفاك حنين قوي، اديك قلقتني. فبلاش التنبيط ده يا ست فاتن، مفيش راجل محترم بيسمح لمراته بكده، بس هعديها لك. يا اخي خنقتني، بجد خنقتني يا سيف، مش كده. خنقتك؟ خنقتك ليه يا اختي؟ هو انا لما اقول لك ما تخرجيش لوحدك ابقى خنقتك؟ لما اقول لك ما تعمليش مع رجاله في الشغل ابقى خانك يا ست فاتن؟ وبعدين انا عارفك اصلا هطله وطيبه وفاهمه كل الناس طيبين زيك، تخيل انت ما بتعمليش حدود للبشر عشان توقفيهم عند حدهم. لعلمك انا ما عنديش مانع تعملي كل ده بس اتحجبي. قول ليه يا اختي؟ جرابي؟ وبعدين انت فاهمه ايه؟ الرجاله بتبص للستات اصلا على انها فتنه، ده بيبقى محترم ومتدين ومتوضي ونازل يصلي. يلمس ايد واحده يسلم عليها يتفتن يا ست فاتن. لو النبي يا اخي، انا بقالي سنه بتحايل عليك تروح للدكتور.
دكتور؟ دكتور يا مهطول انت؟ ما هو اللي انت فيه ده بيطرح عشانه للدكتور. دكتور يا بنت المهطول. انت ازاي يجيلك قلب تنقل البنات من مدرستهم؟ انا حر، انا ابوهم. للاسف انت ابوهم، بس انا امهم، مسؤول عن تعليمهم وعن حياتهم لحد ما يتموا 15 سنه. وانا كنت خدتهم منك يا اختي، ما هم في حضنك لسه يا ست الحضنه. في حضني وفي عنايا، واللي يقرب منهم هاكله بسناني. لا يا شيخه، انت متاكده من الكلام ده؟ اه متاكده من الكلام ده. انت مش طلبت الطلاق وخدتيه؟ اشربيه بقى. شربته وحطيت عليه ليمون بالنعناع، بس مدرسة نديد ويارا خط احمر. انت بتحمري لي وتزرعي لي وحت امك. وطي صوتك واحترم نفسك. انا محترم غصب عنك، وبعدين انت جاي هنا ليه اصلا؟ انا لو شفتك في المصنع هنا تاني هقطع لك رجليكي. انت مش واخده البنات عندك عشان تبتزيني بيهم كل شويه؟ انا بقى مش عايز اعلمهم، عايزهم جهله. بقولها لك اهو قدام الف ودن، انا مش هصرف عليكي ولا على بناتك عشان اي مره تفتكر انها هتذل جوزها ولا طليقها بعيالها يذبحوهم قدام عينيها احسن. طب ايه رايك بقى ان انا هروح القسم وابلغ فيك انك انت بتهددني وعايز تقتل عيالي، واشهد عليك كل الستات اللي قاعده هنا؟ طب خلي واحده فيهم بس كده تستجرى تشهد ولا تنطق. شهد يا أم. ها؟ تعالي أحسن، ارجعي بيتك أشيلك على راسي، تتطلقي يبقى بالجزمة ومالكيش حاجة عندي، وريني آخرك. لا وألف لا. وحياة أمك للففك حوالين نفسك يا فاتن. مين هنا؟ البيت ما فيهوش حاجة تتسرق. انت ايه يا اخي؟ شطن؟ سرقت عفش البيت وكمان جاي تتهجم على بيت بناتك؟ بس والنبي كده احلى رواق برضو رومانتيكي اكتر، مش كده؟ رومانتيكي على الاخر، عيالك نايمين على البلاط. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهدى كده ونروق عشان ما نصحيش العيال، عندهم مدارس بكره بدري، وانت عارفه العلم نور والعلم محتاج مصاريف وقصات. تحب العيال ترجع من مدرستهم بكره تلاقي عفشهم وحياتهم واوضتهم مفروشه والعابهم وكل شيء يرجع زي ما كان؟ ده بوعدك، مش انت سرقت العفش؟ انا بقى عملت فيك بلاغ، والمرة الجاية هلاقيك في القفص. والنبي ضحكتيني. بقى عايزة تشوفيني في القفص يا تونة؟ عايزة تحبسيني؟ طب ايه؟ في وقت بقى عندي يلم حاجتي واطلع على المطار قبل ما قرار منع من السفر يطلع؟ النبي ساذجة بجد. خلي بالك، أنا لما طلقتك ما كانش عشان عايز أطلقك، لا. كنت عايز أعلمك درس. إن تونة بتاعت سيف، وسيف عنده حاجة اسمها تونة. وديكي شايفة أهو، ما فاتش قد إيه على الطلاق، وأنت نايمة على البلاط. طب والبنات يا حاجة نظيمة؟ والله يا ابني أنا كمان قلبي واكلني عليهم قوي، بس هنعمل إيه؟ أدي حال الدنيا. بس ما تقلقش، هم عيالها نفسهم اللي مش هيستحملوا يعيشوا معاها. لما تلاقي نفسها مرمية في الشوارع وبتبات فيها هتعرف إن الله حق، وهتجيبهم لك لحد عندك وتقول لك عيشهم معاك. يا واد ما تنشف يا ولا. هنشف أكتر من كده إيه بس؟ أنا خالع قلبي في قضية خلع، وداير أنكل في بناتي ورميهم في الشوارع لكلاب السكك. ده لولا اللي أنت مرات الحاج أبويا الله يرحمه كنت قلت على نفسي ابن كلب.
طب يلا يلا تعالى اتوضى اهو نصلي مع بعض يمكن ربنا يكرمنا. امين يا رب امين. عنده مشاكل معايا انا لكن هو بيحبكم. بس هو خد العفش وخد البيت. هو بيعمل حاجات مش قصدها يعني هو عايز يضايقني انا بس هو بيحبكم. بيحبكم. طب نامي 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 يا نادين نامي انت كمان. نهار ابوك اسود. كرتونة بيض ما بلهاش تلات ايام ما فاضلش منها غير 10 بيضات ليه حرام عليكي يا اخي اللي دخل الحرام والحلال في البيض الحرام والحلال بيدخلوا في كل حاجه لمي لسانك احسن طالما مش قادره تلمي شعرك حرام عليك يا اخي انت هتعد البيض على بناتك هم بيضتين بيفطروا بيهم وبيضتين بياخدوهم معاهم المدرسه وياخدوهم المدرسه معاهم ليه ما هو لا يفطروا هنا لا ياخدوه معاهم ولا انت عايزه تبخلي عيالي وتجيبي لهم السكر وعد عليهم بالمره ولا بالسكر يلا عدهم بما يرضي الله الكرتونه دي مخصومه من مصروف بيتك انا اتخنقت خلاص نعم. ايوه سمعني بقى كلمتين اياهم انت بخيل يا سيف اصل انت شخص غريب لا انا اللي بخيله وانا اللي غريبه وانا ست مفتريه كمان يا دوبك ال 3000 جنيه المرتب بتاعي بديه لكم لكن انتوا مش راضيين انت وامك عايزني امد ايدي عشان تبقوا راضيين عني انا شايلك انت وبناتي في حبابي عينيا الاثنين وريني كده يا اخي حبابي عينيك مش شايفه فيهم حد غير انت وامك ما تتنهلي وتوفري ال 100 جنيه اللي بتدفعي للكوافير دي كل اسبوع هي مره يا سيما انا رحت بيها للكوافير من ساعه ما اتجوزتك هتذلني بيها ولو يا حبيبتي بها برضه 100 جنيه كنت جبت بيهم كرتونين بدل عيالك ما تحجبي يا ستي بقى وتخلصينا لا حجب امك بقى لم لسانك يا بنت اللي هطعهولك خلاص اتحجب انت ليه انت شايفاني عوره قدامك ولا يا ورا يا ايه عوره ده انت عار 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 يا بنت الله انا هوريك انا هعلمك العدل بعمل ايه بعمل ايه يلا بعمل ايه في ايه انت انا علي عايز اقطعلك لسانك اقطعلك لسانك احسن اتعلمي منهم حاجه دول يا وي فو عليك وانتي بتعيطي انا مش عايزه بيت تاني تزعليش انا هجيب لك بيضه شوكولاته وجواها فيها لعب تعالي اتفضلي يا ست اتكلمي احنا في مكان علمي هو انا ممكن اخد فتوى مختومه من عندكم ممكن بس فيها اجراءات وروتين هياخد وقت اوكي طيب كنت عايزه اسال سؤال اتفضلي حضرتك اسالي مستنيكي طيب هل ربنا قال ان الست المطلقه لما تيجي تتجوز تسقط حضانه عيالها قال يعني ربنا قال كده بنفسه يعني ايه بنفسه يعني في ايه بتقول قال الله تعالى ان الست لما تتعرفي يا ست ده مجرد سؤال انا خريجه حقوق وموظفه في شهر العقاري وانت باين عليك شيخ مستنير وحضرتك اسمك ايه اسمي ايه عشت الاسامي يا شيخ يحيى ممكن تجاوبني بصراحه هل ربنا قال بنفسه ان مفيش ولايه للست على عيالها ولما تيجي تتجوز تسقط حضانتها لا ولايه للام على اموال اولادها قصر وده مذهب الجمهور يعني ربنا ما قالش كده انتوا اللي قلتوا احنا مين انتوا الشيوخ ما هو في كل الكلام اللي انت قلته ده انت ما جبتش سيره ربنا ايوه ما هو ده الفقه انا بسال عن كلام ربنا مش عن الفقه هو انت هتفهمي كلام ربنا لوحدك على اساس ان انا ناقص عقل طب لا العفو حضرتك اسمك ايه فاتن طب شوفي يا ست فاتن انا قلت لك الكلام اللي اعرفه او ان جيتي للحق يعني الكلام اللي انا حافظه او اللي ينفع اقوله وانا اتحداك ان ربنا ما قالش كده
هو انت ذاكرتي ودرستي عشان تتحديني؟ الحاجات دي مش محتاجه دراسه، ربنا عادل ورحيم، والرحيم مش هيحرم ام من عيالها. اعترض يا سيادة القاضي. فما يقوم به زميلي العزيز المحترم هو عملية تلبيس الحق بالباطل. يعني اي حد يطلق اي واحدة تقوم هي رافعة عليه دعوة مصاريف المدرسة، يقوم هو ناقل ولاده من مدرسة الى مدرسة حكومية، ده ليه؟ عشان يفلت من موضوع الدعوة. ما كل الاغناء احسن يا سيادة القاضي. اعترض يا سيادة القاضي. فزميلي العزيز والمحترم الاستاذ شكيب الاسكندراني بيتدخل في نية موكلي وبيقرر من دماغه ان موكلي اقدم على هذه الخطوه اللي هي سحب ملف البنات رغبه منه في التهرب من دعوى المصروفات المدرسيه. يا سلام، لان الحقيقه هي عكس ذلك تماما. فموكلي اقدم على هذه الخطوه رغبه منه في تعليم بناته على الرغم من انه لا يملك من المال ما يؤهله لادخاله مدرسه تنتاجيه بمصاريف، وان بدت بسيطه للبعض فهي ليست كذلك بالنسبه للبعض الاخر. اعترض يا سياده القاضي. زميلي العزيز والمحترم بيتكلم في بديهيات، فالولاية للحاضنة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، السيدة فاتن أمل حربي عايزة الولاية التعليمية على الرغم من أنها لا تملك مصاريف المدرسة، وعلى الرغم من أنها الحاضنة حتى الآن، ودعوني أؤكد على حتى الآن دي، إلى أنها لا تملك مسكنا للحضانة. زميلي العزيز والمحترم الأستاذ شكيب الإسكندراني، الأستاذة فاتن، ألا تروا أنه ينبغي الهبوط على أرض الواقع قليلاً منعاً لإضاعة وإهدار وقت هيئة المحكمة الموقرة؟ أعترض يا سيادة القاضي. فزميلي العزيز المحترم محتاج أنه يهبط على أرض الواقع ولا يرفرف في سماء الخيال. عايزة تقولي حاجة يا ست؟ أنا عايزة أقول أنه هو طردني أنا والبنات من البيت وما بيدفعش مصاريف المدرسة، وأنا ما عنديش فلوس أدفع مصاريف المدرسة، وبالفعل رفعت دعوة ودلوقتي بنعمل تحريات عن دخله. قانونا كل قضيه لوحدها يا ست فاتن. النهارده قضيه الولايه التعليميه. طب انا هعمل بيها ايه اذا كان انا مش عارفه ادفع مصاريف المدرسه؟ المصاريف دي قضيه تانية خالص. ايوه، ما حضرتك عشان ارفع الدعوه لازم اجيب بوصولات بان انا دافعه مصاريف المدرسه، وانا ما عنديش فلوس. حضرتك هو طردني في الشارع، اقعد انا وبناتي نعمل ايه؟ حاجه يا ست فاتن، هو ده قانون. ما هي كل حاجة فيها حاجة، ده قانون ظالم. اسكتي يا فاتن، اسكتي. اعتذر، اعتذر نيابة عن موكلتي يا سيادة القاضي. اعتذر ليه؟ مش عايزة اعتذر، هو قانون ظالم يا شكيب. اسكتي يا ست فاتن واعتذري لهيئة المحكمة. لا مش هسكت. القانون اللي مش عارف ينصف الست ويخليها تربي عيالها في سلام يبقى قانون ظالم. اسكتي يا ست فاتن واعتذري لهيئة المحكمة. لا مش هعتذر، انا ما بقولش حاجة غلط. انتوا كل شوية عاملين تقولوا لي القانون القانون القانون، القانون ده نازل من السما. ما تختبريش صبر المحكمة أكتر من كده. أنا بقى عايز أرفع دعوة على قانون تأهيل شخصي. حبس 24 ساعة. أنا ما عملتش حاجة، اتحبس لي. هو أنا كنت قاسي على الست اللي عملت لنا أول ليلة بره دي؟ هي الحقيقة كانت منفعلة جدا، وأنا آسف يعني اتصرفت بشكل كأنها بتزعل لجوزها. على رأيك، إذا كانت عملت كده في المحكمة، أمال كانت بتعمل في جوزها إيه؟ المهم يا ريس، إن زعقها ده بيعتبر تجاوز وإهانة للمحكمة، وطبعا إحنا مش عايزين نأخد حد على كده. ومش هنخلص لو سبناهم يا ريس. نادي محامية يا أسد. داوود موجود؟ حقك عليا داوود بيه، حقك عليا، والنبي ما تزعل. دي ست غلبانه ومقهوره وقاعده في مركز الاستضافه ده بقالها فتره، وكمان مش عارفه ان القضيه لازم تترفع في المحكمه الدستوريه. اللي حصل النهارده ده مسؤوليتك انت يا استاذ. مسؤوليتي فعلا يا باشا، مسؤوليتي. حقك عليا داوود بيه. المفروض انك انت فاهم يعني قضايا الاسره بتبقى حرجه، والستات بتبقى متوتره وعصبيه، فلازم تهيئ موكلتك لده عشان ما تسيبش عواطفها تتحكم فيها. انت تؤمر داوود بيه، حقك عليا، والنبي ما تزعل، والنبي ما تزعل. خلاص بلغ الحرس. هي اسمها ايه؟ فاتن امل حربي. يلا يا ابني، والنبي ما تزعل، حقك عليا. خلاص حقك عليا. اتفضل. حاضر حاضر. مراتي، مراتي ماتت من سنتين، الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمنا. انا بقى ابويا ماتت وارتاحت، وفي الغالب في الجنه ان شاء الله. ليه؟ هي كانت حور العين ولا ايه؟ مال يا بنتي،
العلم كان زوجة عالية قوي في الحريم، أنا بختارها على الفرازة. ولعلمك بقى مفيش واحدة عدت من تحت إيدي إلا وكان خراط الحريم خارطها. يعني إيه خراط البنات دي؟ صدق بالله أنا محتاج حضن حنين، قلب كبير. أنا عايش ومش عايش على رأي الهضبة. صعبت عليا، يا ريتني كان في إيدي حاجة أعملها لك. أمال بإيدك طبعاً وبرجلك كمان، عندي طوق النجاة اللي ربنا بعتهولي من السما. طيب أنا أحلى ولا المرحومة؟ الله، طب ودي نعرفها إزاي بقى إن شاء الله؟ مش لازم لما نعين الأول؟ يعني أشوفك كلك على بعضك بقى. إيدك بقى ولا إيد المرحومة؟ وسطك ولا وسط المرحومة؟ إيه ده يعني؟ أنت مش فاهمة حاجة. الفراغ قتلني. أنا بقى الفراغ اللي هيقتلك إن شاء الله. أنت بتتجسسي عليا يا تونة؟ يا لهوي؟ عايزني أصحي البنات وأقول لهم إن أبوهم المراهق، عمال يعكس النسوان في التليفون. الصوت مين ده؟ دي المرحومة يا حبيبتي. في إيه يا تونة؟ في إيه مالك؟ في ايه مالي في ايه؟ انت مش ناوي تتكسف على دمك وتحط وشك في الارض يبتاع فين الشبابيك وتحجبي وحجبي البنات؟ ليه ان شاء الله؟ وبعدين ايه علاقه الدب ده؟ دي نكره ودي نكره. لو النبي او النبي يا اختي. وبعدين انت اللي المفروض تتكسفي على دمك، انت خلاص بقيت عامله زي لوح التلج، عمود جبس لا روح ولا حياه. منك لله يا شيخه، خليتيني اقوى قدام اي حاجه حيه بتتحرك قدامي. منك لله، ده انا ليا الجنه. نادي عراول يا ابني. دعوة رقم 291 رؤية. صباح الخير يا فندم. يا أستاذ شكيب، في طلبات عند المدعي. أيوة أنا فاهم يا فندم، بس حضرتك بتنظر في دعوة الرؤية مش دعوة إسقاط الحضانة. دي قضية الرؤية من سيف الدندراوي على طليقته، ودعوة إسقاط حضانة. أيوة يا فندم، ما أنا برضو رافع دعوتين، دعوة الولاية ودعوة النفقة. ما تسجلوش ولا خدوا رول لسه. إيه؟ ما تسجلوش ولا خدوا رول لسه. انت قدمت فيهم تقرير التسويه؟ حصل يا فندم بعلم محامي المدعي. يا سيدي ما كل مدعي هنا مدعي عليه في نفس الوقت. انت عايز ترفع؟ احنا مكتفيين بالمذكره اللي قدمناها لسيادتك يا سياده الرئيس، وكل حاجه موجوده في حافظه المستندات. دي قضيه الرؤيه يا استاذ شكيب، هل عندك طلبات؟ والله يا فندم انا قدمت لحضرتك مذكره كي تاذن لنا برفع دعوه عدم دستوريه قانون الاحوال الشخصيه امام المحكمه الدستوريه. انت لسه مصممة يا ست فاتن؟ انا امال انا يا ستي لسه مصممة؟ انا مصممة بالنيابة عن كل الستات اللي موجودين هنا. لا اتكلمي عن نفسك وعن قضيتك وبس. مع حضرتك احنا كلنا في الهم سوا، كل واحدة سايبة شغلها واكل عيشها وعيالها وجاية هنا تتكلم في القانون اللي عملوه الرجالة في مصلحة الرجالة. احنا مش في برنامج يا ست، اللي بتقوليه ده مشاعر وعواطف. والله حضرتك مش مشاعر ولا عواطف، دي حقائق. انا من ساعه ما اتطلقت حاسه ان انا رموني في الفرن وكل شويه يدلقوا عليا جاز. انت متاكده ان المشاعر دي موجوده في بنود قانون ومواد دستور في المذكره اللي مقدمها محاميك يا ست فاتن؟ ايوه وحضرتك لو مش مصدقني حضرتك ممكن تراجع، حتى لو حكموا لي بالولايه التعليميه. ما انا ما عنديش فلوس ادفع مصاريف المدرسه. بقول لحضرتك طليقي طردني من البيت انا والبنات، احنا دلوقتي قاعدين في الشارع، ودلوقتي عايز كمان ياخد البنات. انا مش عارفه ايه بكره هيتاخد مني. اذا كان بكره نفسه بيتاخد مني حضرتك قول لي انا اعمل ايه. انا كمان هعمل ايه، هو ده قانون. وانا داخله هنا حضرتك قابلت واحد ست قالت لي العداله ما بتتشحتش، بس كل ما باجي هنا بلاقيها بتتشحت. ده قانون ظالم حضرتك، قانون لازم يتغير. الحكم اخر الجلسه. منك نتعلم ونتنور يا شيخنا. اسالي. هل ربنا قال ان الست المطلقه لما تيجي تتجوز مش من حقها الحضانه؟ اه ربنا سبحانه وتعالى قال كده. ايوه قال كده. فين فين ايه؟ أنا قصدي هل في آية في القرآن الكريم بتقول إن الست المطلقة لما تيجي تتجوز مش من حقها حضانة ولادها ولا من حقها ولاية أموالهم؟ شوف يا بنتي، أجمع العلماء على إن المرأة عندها نقوص في العقل، هن ناقصات عقل ودين. وعليه إذا اتجوزت تاني إزاي تجمعي ما بين طلبات الزوج ورعاية ولادك؟ مين قال إن هي مش هتقدر تجمع؟ أنا أقدر.
العلماء قالوا انك ما ينفعش تجمعي. علماء ايه؟ فيزياء، كيمياء، علم نفس. وهم العلماء ايه غير كلام ربنا؟ بيشرحوه ويقولوه ويوصلوه. انا مش عايزه الشرح، انا عايزه كلام ربنا مش شرحكم انتوا. ربنا قال في كتابه العزيز: ووهبنا له يحيى لسيدنا زكريا، بمعنى ان الابن هبه للاب وعليه يصبح الرجل واصي على ابنائه واموالهم وصحتهم، هذا واجبه. انا بتكلم عن بناتي انا، انا مالي ومال الكلام ده؟ ست فاتن، القران لا ينطق انما ينطق الرجال. اديك قلت ينطق الرجال مش النساء. ايمانك ضعيف ولازم تحترم العلماء. لكن يا مولانا، اذ قالت امراه عمران: ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، ان للام نوعا من الولايه على ابنها، بدليل انها نظرته لله. يا ابني نظرته، نظرته ربنا سبحانه وتعالى قال وهبنا، يبقى الولد لابيه. برضو بتكلمني عن انبياء؟ استحاله ربنا يحرم ام من بناتها. برا برا، كفايه سافره واحده في وسطينا، اطلع برا. يلا يلا، احنا بنطعم بالتزوير في توقيع القايمه دي يا سياده الرئيس، ده مش توقيع المدعي عليه. يا فندم دي قايمه مكتوبه بقالها 10 سنين، فاكيد عوامل التعريه كلتها، وبعدين بمقارنه الورقه مع العفش هتلاقي متطابق. يا فندم متطابق ايه وتعريه ايه؟ القايمه بتضم اجهزه كهربائيه ما كانتش موجوده اصلا من 10 سنين. ممكن اقول كلمه يا فندم؟ لا، خلي محاميكي يتكلم عنك، انت مش موكلاه، انت متهمه جوزك ان طليق. يا فندم انا مش قلت لك ما تتكلميش؟ ما هو المحامي بتاعي ما بيتكلمش، فانا بتكلم بنيابه عنه. يا ست الرئيس، انا موجوده هنا من اول الرول، وحضرت ال 245 قضيه اللي حضراتكم نظرتوا فيها، ومقدره ساعه صدر المحكمه. عايزه تقولي ايه يا ستي؟ اللي عايزه اقوله يا فندم ان الراجل ده حرامي، لانه حتى سرق سراير بناته. يعني تبقى قضيه تبديل منقولات ازاي مش قضيه سرقه؟ لا، دي تبقى كده سرقه. يا فندم احنا بنعترض. بتعترض على ايه؟ من حق المحكمة تعيد قيد وصف التهمة وتخليها سرقة مش تبديل منقولات. يا أستاذ شكيب، أنت اللي قايل لها الكلام ده؟ والله يا فندم هي ذاكرت من ورايا. يعني هتحط طلبها ده ضمن الطلبات المدعية في الملف؟ ها؟ ما أصلها مش خيانة أمانة، مش سبت عنده مثلا تلاجة 10 قدم ورجعها لي 8، لا، ده جاب بلطجية ودخلوا الشقة وسرقوها. سيادتك ده كذب، كله كذب كذب. يا فندم العفش ده عفش هو كمان، هو في حد يسرق عفشه؟ اعترض يا فندم، لا مش عفشه. عموما احنا موجودين في المحكمة، والمحكمة بقى تحكم مين الصادق ومين الكذاب. ممكن يا ماما تسيبينا شوية انا ونادين؟ ماما تسيبنيش. طيب خلاص مفيش مشكلة، نتكلم انا وانتي قدام ماما عادي؟ انتي اسمك نادين ايه؟ نادين فاتن أمل حربي. بس انت اسمك نادين سيف الدندراوي. لا، انا اسمي نادين فاتن امل حربي. بس اللي اعرفه ان انت اسمك نادين سيف الدندراوي، يبقى ازاي اسمك اتغير؟ انا غيرته ومش عايزه الاسم ده تاني. أمل حربي.
بخصوص الدعوة رقم 3145 المرفوعة من فاتن أمل حربي، وتطالب فيها بإحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما فيه من عوار دستوري. تم رفض الدعوة وإلزام المدعي بالمصاريف. رفعت الجلسة. ايه رد فعلك بعد الصدمة اللي تعرضتي ليها برفض الدعوة؟ احنا هنعملي ايه؟ ايه رد فعلك بعد انكم كفاية اسئلة، كفاية اسئلة. شوفوا طبعا كلمي دينا خليها تجيب العلم من المدرسة. أنا مش هسيب حقي ومش هسيب حقكم كلكم. جايز مخدوش بس مش هستسلم، أنت سامعني؟ أنا مش هستسلم وهجيب حقي. ممكن نعمل ايه؟ الخطوه الجايه ايه؟ يعني عايز نعمل ايه؟ اخلص خالص. في ايه؟ ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ عيب. جرى شفيع بيه مروحه معايا وبمزاجها. انا ليا تصرف تاني معاك. اذا كانت هي عايزه ترجع وبرضاها ترجع، بس مش بالشكل ده ومش بالطريقه دي مع البنات في الشارع. كل حاجه وليها اصول يا ابن الناس. اتفضل انزلي يا حبيبتي، امسكي ايد اختك وقف هنا على الرصيف. يا بنات انزلي يلا. احب ان اوضح الى عدالتكم ان الطليق لم يدفع جنيه واحد من ساعه ما طلق موكلتي، وكمان بيطالب بإسقاط الحضانة. وكما بشرنا محامي الطليق أن الطليق ساب شغله، يعني أصبح عاطل، فكيف يتسنى له دفع مصاريف أولاده؟ وهل من اللائق يا سيادة الرئيس أن الأطفال يكبروا ويعيشوا في مركز المرأة المعنفة؟ والله موكلك لم يفعل أي لائق في هذه القضية. من فضلك كلمني. أنا آسف يا سيادة القاضي، ولكن نطق لساني بما خرس به قلبي. خلاص قلبي. ولم يكن يتسنى لموكلتي أن تذهب إلى مركز المرأة لولا طرد الطليق لها من مسكن الزوجية. ونحن بصدد مطالبة الطليق بتوفير مسكن آمن لموكلتي ليتسنى لها تربية أولادها في أمان. وهذا موضوع قضيتنا اليوم وموضوع الجلسات القادمة بإذن الله. السجال اللي بينكم لازم يبقى لمصلحة الطرف الأهم اللي هم الطفلين، فقضايا الحضانة بيتم النظر للصورة الآنية العاجلة لمصلحة الأطفال في المقام الأول. يا فندم الطليق عاطل، إزاي هيدفع مصاريف أولاده وكمان بيطالب بإسقاط الحضانة بالرغم من عمل موكلتي بكد واجتهاد لتوفير هذه المصاريف؟ الله، هو مين اللي قال يا ريس إن الحضانة في هذه الحالة هتروح للأب؟ مفروض يعني ان زميلي العزيز يعلم جيدا ان الحضانه في هذه الحاله ستؤول الى الجده السيده نظيمه حسين النوري بصفتها مقتدره ماديا. مقتدره؟ يا الله يخرب بيتك هتضيعنا. يا سياده القاضي، الطليق يسكن مع الجده، وهذا محض تحايل لا يغيب ابدا عن فطنتكم. الله، هو في القانون ما يمنع ان يقيم الاب مع الجده في حاله تولي الجده حضانه اطفاله؟ يا سيادة القاضي، الجدة ضليعة في الكذب على عدالتكم. شهادة شهر حرجت؟ لسه يا ريس. استدعى شيخ الحارة للشهادة في الجلسة القادمة. اتفضلوا. اللي بعده. حبيبي الله. يلا. سيادة القاضي، تأذن لي بالكلام؟ أعترض يا فندم، فهي ليست طرف في الموضوع. يا أستاذ شكيب، الست طلبت الكلام، من حقها، دي جدتهم برضو. اتفضلي يا ست، قربي هنا على المنصة.
قولي اسمك واختصري لو سمحتي لديك وقت المحكمه. حاضر. انا نظيمه حسين النوري، ام سيف وجده البنات. انا كجد عارفه كويس قوي ان ماليش الحق كقانون ان انا اشوفهم، لكن انا مش بتكلم عن القانون يا سياده القاضي، انا بتكلم عن روح القانون الحلوه. ايوه، ليه الاستضافه ما تسمحليش انا كجده في اخر ايام عمرها انها تاخد احفادها ويباتوا معاها وفي حضنها ده بالليل، وتعمل لهم اكل وفطار ده الصبح؟ ليه؟ ليه ده من حق والله؟ شكرا يا ست نظيمة. انا مش قادره يا سعاده البيه، مش قادره امسك نفسي والله من البكاء. لا تعبانه قوي، تعبانه قوي. خلاص يا ست نفسي يا حنينه. حكمت المحكمة بوجوب رؤية الأب والجدة للطفلين في مركز الشباب التابع لقسم السكن بشكل دوري ومسجل في سجلات محكمة الأسرة. رفعت الجلسة. قول والله العظيم أقول الحق يا أخ عبد الصمد. والله العظيم أقول الحق. بصفتك شيخ الحارة والشيخة اللي فيها مقر طرفي النزاع، سيف الدندراوي حسين وطليقته السيدة فاتن أمل حربي، هل سيف الدندراوي اترفد من شغله من 4 شهور؟ قال السيد اللي ما قالش على السيد. والله يا فندم انا فعلا اتحريت، لقيت في عمال بيقولوا ان هو اترفد واتفصل خالص، وفي عمال تانية بيقولوا ان هو لسه في شغله، وفي عمال تانيين بيقولوا ان هو بيروح عند امه لمؤاخذه يعني ويفطر على حسابها. ما هو قاعد عندها، ما يفطر عندها ولا عندها وحش. من فضلك يا اخ شكيب. يا فندم ده كلام مرسل ملوش اي اساس من الصحه، بس واضح ان مدام اكرام زارتك قبلينا. يا فندم مرتب طليقي يا دوب ياكل عصافير، وانا كنت بساعد معاه في البيت، وانا رافع القضايا دي كلها عشان في الاخر اخد ربع مرتبه اللي هو بينكره. عايزني اوافق على القانون؟ اهدي يا ست فاتن، واحده واحده. احنا دلوقتي بصدد قضيه محدده وهي النفقه واثبات دخل الزوج. لو عايزه حساباته في البنوك المحكمه هتوافق لك، لو عايزه المحكمه تؤمر باستمارته في التامينات برضه المحكمة هتستجيب، بس لازم تساعدينا لأنك أنت اللي مسؤولة قدامنا عن إثبات دخل الزوج. أنا يا فندم بطالب بالموافقة على إحالة القانون للدستورية. تاني؟ وتالت ورابع وخامس وسادس. جاهز بالمذكرة يا أستاذ شكيب، أنت كنت قدمتها خلال قضية الرؤية. أيوة يا فندم، وهنقدم قضية نفقة كمان. يلا يلا خليها تولع. اللي هي فين؟ أه؟ فين؟ والله أنا اتفاجئت زيك حضرتك، أنا بطلب مهلة عشان أستف أموري. طيب، بس خد بالك، إحنا لسه عندنا مصاريف الولاد، والولاد التعليمية، والرؤية، ونفقات العلاج. يوه، دول 14 قضية يا فندم. وكلهم لسه شغالين. شغالين وزي الفل وبيبوسوا إيدك سعادتك. هما مين يا ابني اللي بيبوسوا إيدي؟ أه؟ أنت بتدبسيني ولا إيه؟ طب يلا يا خفيف، يلا اتفضلوا. اللي بعده. بقى كنت بتصرف عليا يا فاتن ومرتبي ما ياكلش عصافير، ها؟ رد عليا وانا بكلمك. ارد عليك بتاع ايه؟ في بينا ود، ادب، جبر خواطر. لا الادب والاصول يا عدمه الرباية. وانت ابن اصول قوي، تفهم انت في الاصول يا ابن نظيمه. صدقها يا بت انت اللي طلعتي حاقده وسوده ومخوخه من جوه. خلاص يا سيدي، السوده والجحده والمخوخه من جوه خلاص، غارت في 60 داهيه وطلقتها. بتضايقني ليه بقى بالمحاكم؟ بتضايق عيالك ليه؟ ما تسيبني امشي يا اخي، سيبني امشي بقى. ده بعينك على اساس ان انت ساكته يا بنت، ما انت مرمطه سمعتي ورجولتي. لا من ناحيه دي اطمن، كل الناس دي عارفه انك انت راجل قوي، لكن الحقيقه انت عارفها كويس. وحياه امك يا شربت الكل بالمعلقه، انت فاكره الليله دي هتقعد ايه؟ سنين بحاجه هتقعد بس يا مره منك ليها، يا مره منك ليها يا بنت الكلب، بس يا وليه منك يا ولاد الكلب. مدام مراية شمال هشمين. اويتزوكي. اويتزوكي. هشمين. يارا. نبيل. يارا. كده يا ولاد، يعني تيتا ما وحشتكوش تسألوا عليها؟ لا ده انتي وحشتينا يا تيتا قوي. يا نور عينيا، يا نور عينيا. يارا حبيبتي، تيتا بتكلمك، احب ترد عليها. انت بس اللي وحشتيني يا نناه.
وانت كمان يا قلبي وحشتيني قوي قوي، كلكم وحشتوني والله. بس غيرش الظروف بقى، منهم لله اللي كانوا السبب. ليه ما جيتيش تزورينا في مركز الاستضافه؟ استضافه ايه؟ اجيب لكم عصير الاول؟ ماشي. اصل هما بقى ما كانوش بيرضوا يخلونا نيجي، كنا بندخل نقول لهم عاوزين ندخل نشوفكم، يقولوا لنا لا. طنط ميسون كانت بتيجي. ما هما ماما بقى كانت بتقول لهم يدخلوا طنط ميسون واحنا نيجي ندخل، يقولوا لنا لا. كانت بتقول لهم ما تدخلوناش. شفتي بقى ايه اللي انت بتقوله ده يا سيف؟ بقى نظيمه هانم ما تخشش اي حته. لا يا حبيبي، انا اخش اي مكان وغصب عن الكل. بس غيرش بس ان انا كان العند واخدني مع تونه والله. بس يا اولاد كان قلبي بيتقطع عليكم والله. ماما واحده واحده عليا، الله يرضى عنك. مش هبقى انت وهي، كفايه اللي هي بتعمله فيا. خلاص فضها سيره بقى من الكلام ده. بس والله يا اولاد والله ما حاسبكم ابدا. كل يوم هشوفكم في النادي وفي البتاع اللي انتوا بتقولوا عليه المركز دهوت. لا طب ما تيجوا تباتوا عندي كمان. زي زمان. انت نسيتوا ولا ايه؟ تعالي معانا في بيتنا الجديد. بيتكم الجديد؟ في كل حاجه جديده. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ماما معاها فلوس كتير قوي قوي عشان تجيب شقه جديده وعفش جديد. انت اللي معاكي فلوس اكتر يا تيتا. يا قرشانة. ايوه معايا فلوس اكتر. ماما معاها فلوس كتير. يارا مين اللي ادى الفلوس دي لماما؟ شفيع؟ ماما معهاش فلوس. ماما معاها فلوس كتير في الدولاب. في الدولاب؟ اسكتي يا فتانة. حبيبتي هي الفلوس دي اللي كانت مع الشيخ ريحان؟ انت ازاي عرفت يا بابا؟ بابا بيعرف كل حاجة. حرام عليكم، ماما معهاش فلوس اصلا. ازيك يا تونة؟ الحمد لله. اتفضل. انا مش فاهمة ازاي تأمنيله يجيب البنات من مركز الشباب؟ ما خفتيش يخطفهم هو وامه؟ انا استأذنت صاحب العمارة وحطيت الكاميرا دي على المدخل تحت، وحطيت كاميرا تانية قدام مدخل الشقة. من ساعة ما عرفت ان الارهابي الوغد سيف اتهجم عليكي وفزعك. وريها يا شفيع الفيلم الجزء التاني. انا ما قلتش حاجة. حرومي يا وسخ، رجع لي فلوسي اللي سرقتها. بقول لك رجع لي فلوسي. ما بلغتيش ليه؟ مش وديتيني محكمة الجنح عشان سرقت عفشك؟ بلغي عندي كمان. عموما الكاميرات صورتك. طب حلو، يعني معاك الدليل اهو. يلا بقى جري على البوليس بلغ. هروح ابلغ. وانت فاكرني ايه؟ مش هبلغ. هبلغ. لا مش هتقدر، عشان هيحبسوك انت يا تونة، وهيسألوك جبت الفلوس دي منين. جبت 1,300,000 منين يا تونة؟ بجح وواطي وما عندكش اصل وسافل كمان. بجح ممكن، رغم ان دي كمان فيها كلام، انما مش مخبي 1,300,000 في بيتي. لو كنت باخد رشوه ما كانش هيبقى ده حالي. لو كنت باخد رشوه ما كنتش هدخل جمعيه عشان اسدد مصاريف المدارس اللي انا مش عارف اسددها ازاي اساسا. لا لا عيب يا بنت، وانا اللي فاكرك عبيطه؟ ده انت طلعت انصح مني، عملتي العامله وعارفه ان العين مش هتيجي عليكي. قولي لي يا تونة جبت الفلوس منين؟ لأنها لو مش رشوة هتبقى أنجس. اخرس. أنا أطهر من الطهارة. طب تعالي يا طهرة نفكر صح مرة واحدة في حياتنا. تعالي نرجع لبعض يا تونة، أنا بحبك. والمليون و300 دول جايز يعملوا حاجة، رغم إن هما لا يعملوا صناعة ولا تجارة ولا أي شيء. يا دوب كم موبايل على كم تلفزيون على كم بدلة وهوب مش هتلاقيهم. خلص وهات الفلوس. خلاص روح لشفيع ابو العروسه يرجعهم. ابو عروسه ايه يا هبل؟ الفلوس دي مش بتاعتي. الفلوس دي لو ما رجعتش بناتك في خطر. افهم. الف سلامه عليهم يا حبيبتي. روحي بلغي اجري يلا. ده اخر كلام عندك؟ لا اخر كلام عندي اني بحبك. انا بحبك يا تونة. تعالي نرجع لبعض يا بنت الناس. هبك بورس. بس ايه الصوره الحلوه دي؟
تمام. ماما يا ماما في ايه؟ نادين تعالي. مالها؟ نادين مالها؟ نادين نادين مالك 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 شبهك نادين 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 يا شفيع يا شفيع الحقني الحقني يا شفيع مش عارفه نادين مالها. طب يعني هي عندها ايه بالظبط يا دكتور؟ احنا علقنا لها محاليل فيها كل الادويه اللي هتساعد ان احنا نادين نادين في ايه يا طونا؟ في ايه؟ طمنيني مالها حصل ايه؟ هي اتخبطت في راسها ولا ايه؟ ما اعرفش يا جماعه ما اعرفش. يا جماعه نهدى شويه، ايه الزحمه اللي في الاوضه ديت؟ استاذنكم نستريح بره شويه. حصل ايه؟ في ايه؟ طمني يا دكتور. بعد اذنكم يا استاذ، انا عايزه مامه البنت تفضل هنا وبيت فضل بره. طب احنا اسفين يا دكتور، ممكن حضرتك بقى تفهمني ايه الموضوع بالظبط؟ هو حضرتك جدها ولا تقرب لها ايه يعني؟ ايوه انا جدها والله العظيم جدها، فهمني بقى البنت فيها ايه؟ متقلقوش يا جماعه، احنا هنعمل كل الفحوصات اللازمه عشان نعرف اسباب التشنجات ديت ايه. بس حضرتك تفتكر يعني ايه ممكن يكون السبب؟ هو في اسباب كتير بس الاشعه المقطعيه هي اللي هتبين. ممكن يبقى ورم في المخ، ممكن يبقى كيس. فاتن شفيع انت لازم تروح تريح شويه، انا خايفه ناخد لك اوضه جنبه، وبعدين لازم تتماسك حبتين على الاقل علشان تقدر تساعده. حاضر حاضر يا رجاء، هحاول بس يا ريتني اقدر. تمام، شوف لك حل في ميسون اللي قاعده جوه والدكاتره مش عارفين يخرجوها. الاشعه المقطعيه بينت ان في كيس على المخ، لازم الصبح تعمل رنين مغناطيسي بالصبغه عشان نعرف نوع الكيس ده ايه بالظبط. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لا قدر الله ده ورم ولا اي حاجه تانيه. بالظبط كده، عن اذنكم اهو. يا ريت والدها يكون موجود بكره عشان يمضي بالموافقه على الاشعه، لان الطفله هتتحقن بالصبغه ومدام فاتن لسه تعبانه، فلازم والدها يكون موجود. انا اسف، هو متوفي تقريبا. طب ما ينفعش يا دكتور انا انوب عنه؟ الحقيقه مش عارف، بس يعني ممكن حضرتك تتكلم مع اداره المستشفى. اوكي، من اذنكم. شكرا. على فكره هي السبب في كل اللي احنا فيه ده، سابتني وكسرتني وشالت العيال الهم لحد ما جابت لهم المرض، كسرتني لانها عارفه انها لما تسيبني مش هقدر اعيش من غيرها. ما هي كانت عايشه معايا، عملت ايه؟ بهدلتها وذلتها. فاتن ما حدش يقدر يذلها، عمرها ما كانت ضعيفه ولا قليله الحيله. مهما ضربت وحبست كانت برضه بتفلفص، اخد منها العربيه اللي هي بتتنطط في الميكروباصات والتكاتك، وتعلم العيال كاراتيه وتحفظهم قران ولغات. كانت بتغزني طول الوقت، بحس ان انا ضعيف قدامها وقليل رغم ان انا بحبها، بحبها اقسم بالله. نفس الوقت عايز اضرب دماغها في الحيطة اكسرها. ولما انت بتحبها كده وما تقدرش تعيش من غيرها بهدلتها ليه؟ كسرتها ليه؟ لما انت شايف المجهود الفظيع اللي هي بتعمله علشانك وعشان عيالك طول الوقت ما شلتهاش على دماغك ليه؟ انت لو كنت قدرت اللي هي بتعمله كنت هتكبر على الاقل في نظرها، بس انت فضلت انك تفضل العيل الصغير اللي مش عايز يشيل اي مسؤولية حتى لو كانت تافهة، وهتيجي تشتري وتبيع فيها وتضربها وتهنها وتذلها وتخونها. كلكم زي بعض. هو انت مين اللي شرع عليك الشورة السودة دي انك انت كل ما تدوس عليها هي هترجع لك؟ ماما.
ماما حبيب قلب ماما. ماما دي اللي ربيتك على أنانية إنك تاخد ما تديش. ربت فيك الإنسان الأناني اللي ما يفكرش في حد خالص حتى لو عياله. عارف يا سيف أنا ما اتدخلتش ليه أول ما اتخانقتوا مع بعض؟ عشان لقيت فيك أب جاحد. أصل الأبوة دي لا بتطلب ولا بتتشحت. الأبوة دي إحساس. وأنت ما شاء الله فاقد الإحساس. يا مدام الدكتور أحمد سعيد عايزك ضروري. عارف أنا ما اتدخلتش ليه من أول ما اتخانقته؟ عشان لقيت فيك أب جاحد. أصل الأبوة دي لا بتطلب ولا بتتشحت. الأبوة دي إحساس. وأنت ما شاء الله فاقد الإحساس. يا مدام الدكتور أحمد سعيد عايزك ضروري. الله. طب وأنا؟ خير يا دكتور؟ الحمد لله. تقدروا تطمنوا. نادين عندها كيس سائل نخاعي على المخ. يعني ايه؟ يعني الحمد لله مفيش ورم. الحمد لله. بس يعني يا دكتور معلش لا مؤاخذة، هو الكيس ده جالها من ايه؟ ده عيب خلقي مولودة بيه. وبالنسبة للتشنجات اللي كانت بتحصل لها؟ التشنجات حصلت نتيجة كهرباء زايدة عن المخ. دي بقى الخطوة التانية اللي هنعملها بعد ما اطمنا ان الحمد لله مفيش ورم. احنا هنعمل فحص رسم مخ عشان نشوف الكهرباء الغير منتظمة، وبناء على نتيجة الفحص هنقدر نقرر جرعة الدواء. سلامتك يا روح قلب ابوكي. ليه كده يا بنتي؟ لازم ماما. طب ما انا جنبك اهو وانا ما ينفعش يعني؟ يا طنط ميسون يا يارا يا ماما. ماما جايه ماما جايه ما تخافيش. وبعدين ماما اصلا هي اللي قالت لي اقعد معاكي لحد ما تبقي كويسه. في حاجه بتوجعك؟ لا يا نادين. ايه يا حبيبه قلبي؟ ايه يا روحي؟ عامله ايه دلوقتي؟ كويسه يا قلبي؟ في حد ضايقك يا حبيبتي؟ سلامته سلامته. نادين هتحتاج علاج دوائي لمدة سنتين، لازم كل 3 شهور يكون في متابعة وتغيير للجرعة حسب وزنها. بعد السنتين مش هتحتاج علاج، ومع انتظامها في الدواء والمتابعة هتقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي جدا. الحمد لله على سلامتها. نادين نادين يا نادين نادين. ماما انت نمتي كتير قوي، شفت الموليكير بتاعي؟ حلو قوي. تعيش قضية النفقة تؤجل لاستكمال تحريات النيابة بخصوص دخل السيد سيف الدندراوي حسين. تفضل يا ست. يا سيادة القاضي، أنا بقى لسه أنا رايحة جاية على المحكمة بين الجلسات والتأجيل وشهادة شيخ الحارة، وبرضه مفيش فايدة. النيابة والمحكمة بقالها سنة مش عارفة توصل لدخل طليقي، مع إني قدمت أوراق قبل كده وأثبتت إن هو بيشتغل في المصنع زي ما هو، إن هو ما اترفدش، لكن برضه مفيش فايدة. أنا حياتي بتبوظ كل يوم. لحد دلوقتي ما خدتش ولا جنيه منه، ولا دفع لي مصاريف مدرسة، ولا رجع لي بيتي، ولا أي حاجة.
أنا طلبت بتغيير القانون لأن القانون ده مش عارف ينصفني، لكن المحكمة شايفة إن القانون ما فيهوش عوار. هو في عوار أكتر من كده؟ في عوار أكتر من اللي أنا فيه؟ أنت كل شوية تقول لي القانون القانون، ما كنتش اللي كتبوه ملايكة مثلاً، اللي كتبوه بشر زي حضرتك بالظبط. ده النص القرآني والنبوي في اجتهاد بشري. كل شوية تقولوا لي روح القانون روح القانون، أنا روحي طلعت ما بقتش شايفة إن في روح ولا في قانون. أنا آسف جداً يا فندم، أنا بطالب عدالة المحكمة إن هي تقدر ظروف موكلتي النفسية والصحية، دي لسه خارجة من المستشفى طازة. يلا بينا عشان إحنا عندنا ميعاد حقنة. يلا روح القانون يا ست فادي، ونروح الصيدلية برضو في المرة. اخرس أنت لحبسك. حاضر. روح القانون يا ست فاتن، هي اللي هتخليني محبسكيش 24 ساعة لإهانة هيئة المحكمة. تؤجل لحين وصول تحريات النيابة بخصوص دخل الطليق. يلا غيره. دالي جمال، حضرتك تونة هانم بتاعت قانون الأحوال الشخصية مش كده؟ مراتي مش بتعرف عربي كويس بس بتموت فيكي، بتقول إن أنت عندك هيرو سبيريت يعني. تحت أمرك يا دكتور، حضرتك طلبتني؟ أنت مش تحتفي بالدكتور شفيع والأستاذة تونة؟ دي نجمة كبيرة جدا وأول مرة تيجي عندنا يعني. هي إيه موضوع الأمانة ده؟ أمانة إيه؟ المليون و300؟ أيوة أيوة، هما مليون و300. ده الموضوع بتاع الشهر العقاري اللي جالنا من طرف الحاج ضياء، اللي قالنا على اسم الراجل صلاح الدندراوي، والاتنين دول شغالين على الملف ده. طب يعني الموضوع خلص، الفلوس جات لي انا تاني ازاي يعني؟ ما حضرتك احنا اشتغلنا على الموضوع من الاتجاه التاني. دكتور شفيع، انا كان لازم انقذ ابني من اعدام او من السجن، مش بنكر انه مدان يعني. قضية كانت كبيرة ومحكمة عليه قوي، عشان كده انا قلت لهم اشتغلوا في كل الاتجاهات. لما اجمعوا المحامين انه لازم يبقى في عقد من الشهر العقاري، قلت لهم ماشي، اشتغلوا على كل الخيوط. تونة هانم كانت خيط من الخيوط دي، بس الحقيقة هي خزلتهم وديت لهم على دماغهم بالجزمة القديمة يعني. بس احنا حضرتك خلصنا الموضوع والتوكيل في ايدينا. طب يعني انت لما انجزت المهمة ما خلصتش ليه مع تونة هانم؟ ليه بتحرجني مع صديق عمري دكتور شفيع؟ روح 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 يا جمال. طم كل اعتذاري واسف يا هانم كل اللي حصل لك، بس خلينا عمليين. انا عارف انك تعبتي قوي الايام اللي فاتت، واحنا كمان كنا مضغوطين جدا، بس يعني واضح انه الناس اللي بتشتغل معايا سببوا لك اذى شديد جدا. انا بعتذر لك على ده، حاول اعوضك يعني عنه. ارجوك يا دكتور شفيع خليها تقبل التعويض عشان هي تغفر لي وانا كمان اغفر لنفسي. انت عارف ده ابني يعني، انا عمري ما دفعت رشوه لموظف حكومي ابدا. وانت بتدفع ليه؟ ما جمال موجود. عموما أنا في منتهى الأسف يعني. أسف إيه وزفت إيه؟ أعمل فيك إيه يا أخي؟ أعمل فيك إيه؟ عيشتني في رعب أنا وبناتي؟ تبعت لي إزازة مولوتوف على البيت؟ يا تونة تعيشني في رعب أنا وبناتي طول الفترة دي؟ إيه سايبة؟ البلد ما فيهاش. اضربوا يا شفيع! بس يا تونة ده أنا هروح بس يا تونة بي كالم، أي تولد يو بيفور، بي كالم. عشان خاطرك بس، عشان خاطرك. اسبقيني على العربية. اتبنيتها. بس هي بيني وبينك ليها حق في كل اللي قالته، بس هي برضو لازم تشوف الجانب الواطي في الحياة. اسمع يا ضحاك، بعد عملتك السودة اللي انت عملتها دي، انا عايزك تكون حارس امين على تونة، فهمني؟ وخلي بالك دي مجنونة، يعني ممكن تبلغ عن التوكيل المزور. فلوسك اهيك، يلا بينا يا شفيع. يلا بينا. حاضر، مش بقولك مجنونة؟ يلا بينا. يا أستاذ شكيب، دفتر القضايا قدامي، يا ريت لو سمحت تتخطى بيان الحاله اللي انت عامله للاستاذه لان احنا حافظينه. وتفضل خش في موضوع قضيه النهارده لو سمحت. يا فندم، الاسهاب والتطويل ليس من غرضه الاسهاب والتطويل، ولكن التعاطف مع موكلتي فاتن امل حربي. فاتن امل حربي يا سياده القاضي تسكن في شقه تبرع، تبرع من جمعيه المراه المعنفه التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي. فاتن امل حربي عندها عزه نفس ولا تقبل التبرع، تريد أن تدفع إيجارها
وبناء عليه اطالب عدالة المحكمة بتوفير اجر مسكن للحاضنة، حيث ان الحضانة لا تجوز من غير مسكن، والحضانة لازم تبقى بمسكن. مفهوم مفهوم يا استاذ شكيب. بعد اذنك يا ريس، احنا بس عايز ارد على الاسهاب اللي اسهبه علينا الاستاذ بشوية اسئلة. السؤال الاول، اين تقيم السيدة فاتن امل حربي؟ الاجابة، السيدة فاتن امل حربي تقيم في شقة ممنوحة لها من تبرع من مركز الاستضافة. السؤال الثاني، هل السيدة فاتن تقيم في هذه الشقة بالفعل؟ الإجابة نعم. السؤال الثالث والأخير والأهم، هل رفضت السيدة فاتن أن تقيم في هذه الشقة لأنها لم تدفع إيجارها؟ الإجابة أبداً، وقاعدة في الشقة وزي الفل. إذن لما الأستاذ يقول أن السيدة فاتن رفضت أن هي تقيم في هذه الشقة لأنها لم تدفع إيجارها، فإن حديثه في تلك الحالة يعد منافياً لما هو حادث على أرض الواقع بالفعل، وبتطبيق أبسط قواعد المنطق والقياس والاستدلال والاستقراء والاستنباط، فإننا نشكك في باقي ما ذكره الأستاذ شكيب من معلومات لا نعلم على وجه الدقة مدى صحتها من عدمه. يا فندم، هذا تحايل لا يخيل على سيادتكم. تؤجل ويتم تحويلها للنيابة لعمل التحريات الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية للمسكن الذي تقيم فيه الحاضنة وبناتها. اللي بعده. ممكن أقول حاجة؟ أنت تسكتي خالص، ولو عايزة حاجة تجيلي بعد الجلسة. أنا بس كنت عايزة أستفسر حاجة يعني. المحامين هيفهموك. أنا هفهمها يا فندم. ما تفهم أنت الأول، أنا هفهمها بعد كده. مش أنا حضرة القاضي سب وقذف. تعالي يا فاتن قولي عايزة تقولي إيه. أنا كنت عايزة أستفسر يعني، أنا دلوقتي عايشة في شقة وحد متبرع لي بيها. نفترض مثلا ان الجمعيه دي افلست او مش عايزه تتبرع لي بيها، او انا مش عايزه اعيش في حاجه حد متبرع لي بيها، انا مش شحاته في الاخر يعني. عامل ايه بقى انا وبناتي؟ ترفعي دعوه زي ما انت عامله دلوقتي بالظبط. حلو، انا بعد ما هرفع الدعوه حضرتك هتروح تعمل تحريات، والتحريات هتقول لك ان الجيران اللي مأجرين قصادي وهم سوريين مأجرين الشقه ب 3000 جنيه في الشهر. ساعتها هيجي طليقي هيقول طبعا ان هو مفلس فمش هيقدر يدفع ثمن الشقه، فساعتها حضرتك هتقول له لازم يوفر لي مسكن. هو طبعا مش هيقدر يوفر المسكن ده، فهيأجر لنا شقه في حدود ال 300 جنيه بحمام بلدي. صح؟ عايزه توصلي ليه بالظبط؟ انا عايزه اوصل ان القانون ده لو كان شخص انا كنت دبحته. كده جنايات مش اسره يا تون. يا فندم دي قالت لو، فين روح القانون؟ ازيك يا امل يا حربي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. تتصور وحشتني القعدة معاك يا أمل يا حربي. جسمي أشعر من الجملة اللي أنت قلتها. وحشك يا راجل، احنا كنا مع بعض من أسبوعين. طب تصدق أنا مفيش حاجة عملت لي اتزان نفسي غير الثلاث سنين اللي أنا قضيتهم معاك هنا. حقيقي قبلها أنا كنت بصحتي. كنت بجري ورايا الخيل، بس القلب كان متغلف بالسواد، والعقل ساقية بتلف من غير طور. ساعتها اكتشفت إن الدنيا دي أوسع من إن أنا ضيقها، وأنا ضيف فيها شغال بسطجي. اللي يبعتهولي ربنا أفرقوا على خلقه. بعد الكلام الجميل ده اللي انت قلته، انت محسس انك انت خفيت ولا ايه؟ انا قلقت عليك اكتر. مش هخلص من لسانك يا امل يا حربي، 20 سنة ولسانك ده مبرد. يلا قلت ايه؟ ايه اللي انا بقوله لك من شهور؟ اللي هو ايه؟
ارجع روح لما تطلع يا شفية ترجع شمح. الو السلام عليكم يا مولانا. ازيك يا شيخ عبد العزيز؟ انا خلاص اقتنعت بكلامك وهعمله. يلا حبايبي ادخلوا ادخلوا. تعالى يا فاطمه سبق اهو. تسلم يا ام ابراهيم. خد الباب معاك. تعالوا حبايبي ادخلوا. ايه رايكم بقى؟ يا ماما فين؟ ماما ماما جايه تخلص شغلها وتيجي على طول. انت قلت لنا ان احنا هنيجي نلاقيها. ما هي اتاخرت شويه في الشغل، فاول ما تخلص شغل هتيجي على طول. وبعدين لو عايزين حاجه ده فاطمه هتجيبها لكم. انا قلت لها هتجيب لكم كشري. انا عارف ان اللي انا عملته ده خلاكوا تزعلوا مني، بس خلاص مفيش زعل تاني. انا وماما هنرجع لبعض. ايوه بس في بيت تاني، عشان البيت ده خدته تيتا نظيمه، فانا جايبكم هنا عشان ماما تتفرج على الشقه دي، وانتوا كمان لو عجبتكم نقعد فيها. ماشي نفتح صفحه جديده ونعيش مع بعض. حلوين حلوين توحشتوني قوي قوي. هات التليفون ده كده. وايه نوعه ده؟ طب نكلم ماما الاول. لا ما هي تليفونها مقفول، وانا اديتها العنوان هي جايه على طول. ده نوع وحش ده، هجيب لكم نوع تاني احسن. ماشي خليكم هنا، اي حاجه تحتاجوها فاطمه هنا دو عليها. ماشي باي باي. فاتن العيال معايا، ما تحاوليش تدوري عليهم وما تحاوليش تعرفي هم فين، لانك مش هتعرفي. انت فاهمه بقى المطلوب؟ تنزلي وترجعي لي، ساعتها تشوفي عيالك، والا اقسم بالله ما تشوفيهم في حياتك تاني ابدا. انا خلاص قلت اللي عندي، مش عايز اسمع اللي عندي. اسمع يا راجل انت، انا خلاص مش قادر اخبي اكتر من كده. ارجوك ارجوك تحليني من الوعد اللي وعدته لك. ارجع لبنتك، ارجع لحتة الالماس اللي قلما انك تلاقي زيها دلوقتي. انا 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 بحس بالتقصير والخذلان قدامها لاني مخبي عليها حقيقة وجودك. ارجع ارجع اقول لها ايه يا شيخ؟ قول لها الحقيقة، صارحها بكل حاجة، اطلب منها الصفح والغفران. انت لو شفتها وهي بتصب غضبها عليك، لكن عينيها كلها حنية ولهفة، نفسها تترمي في حضن ابوها. تدس عيلها يا شفيع، البت زي حتة الألماس من غيري. هرجع اعمل ايه بعد ما تعبي وشقيت انك تبقى تحفر في بحر سنزجة زي ابوك؟ انت قاعد هنا ليه؟ 30 سنة حابس نفسك هنا ليه؟ انت مش عيان، انت لفيت على كل الدكاترة اصحابك عشان يعينوك ممرض مقيم. عقدت نفسك لقب سيدي مزوغي، حتى القانون كان احن عليك من نفسك. كفايه قلت في نفسك يا امل. وانا لو كنت شايف بنتي مستقرة يمكن ابطل جلد في نفسي. انا شايفها تعبانة شقيانة، ده اللي خلاني اجلد نفسي اكتر واكتر. عموما انا مكنتش عايز اقول لك، بس بنتك احوج لي دلوقتي من اي وقت تاني، وخصوصا بعد الكلب طليقها ده
وخطف بناتها منك. انت بتقول ايه يا شفيع؟ انا سايبها لك امانه يا شفيع. تخافش، البنات هيرجعوا حتى لو على رقبه ابوهم. المهم دلوقتي بنتك، بنتك محتاجه لك، محتاجه اللي انا مقدرش اديه لها، محتاجه حضنك، حضنك يا امل. كلمتها وقالت جايه. انتوا حاسبي، تعالي حاسبي بقى يا بنت. ايه ماما جاي؟ ايه ده؟ في ايه ماما؟ فين؟ وانت صوتك يا بنت في ايه؟ انت بتضحك يا ماما فين يا بنت؟ بقول لك اي الله، صوتك عالي يا ولد. بس يا بنت امك لو عرفت تربيكم كنت سمعتوا كلام ابوك. بس يا بنت منك ليها. ايه يا فاطمه انت مش قادره عليهم؟ وحياه امي لافل عليكم. انت ازاي تروح تعمل بلاغ في الاسم من غير ما تقول لي؟ هو انت مش بتستشيرني في كل حاجه؟ انا نفسي افهم، انت هتفضل مندفع وماشي ورا جهلك وعنادك وغباوتك لحد امتى؟ يا بنفهم، الخطف جنايه حتى لو انت بتخطف بناتك، حبس مده لا تزيد عن سنه وغرامه لا تزيد عن 500 جنيه لاي من الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى صاحبه الحضانه. وشوف بقى وركز معايا الماده نفسها بتقول ايه. وكذلك اي من الوالدين او الجدين خطفوا بنفسه او بواسطه غيره، وانت اسم الله عليك، اسم النبي ساينك وحرسك، خطفهم بنفسك. وممكن كمان يكون الله اعلم في حد غيرهم مساعدك. ولادي يا حبيب، ولادي يا خلق، اعمل ايه؟ خد بقى التقيله في وشك عشان تبقى فاهم كويس. وان تم ذلك اللي هو الخطف بدون تحايل او اكراه، يعني حتى لو خدت البنات من غير ما تضحك عليهم او خدتهم غصب عنهم، هو القانون بيقول كده. بس بقى يا حبيب، بس تترافع في العربيه. السلام عليكم. الصلاة على النبي، متجمعين عند النبي. ايوه كده، خلوا الفرحة تعم. بعد اذنك يا استاذ، اديله الورق يقراه عشان يعرف ان احنا بناكلش حق حد. لا وانت حقاني قوي. اقر انا فاتن امل حربي التنازل عن دعوى نفقه المتعه في دعوى رقم 1465 ودعوى مصاريف المدرسه في دعوى رقم 1228 ودعوى الحضانه في دعوى رقم 56-70 دعوى تبديد المنقولات في دعوى رقم 67-21 دعوى سرقة منزل الحاضنة في دعوى رقم 84-57
ودعوى نفقة الصغار في دعوى رقم 4928، ودعوى مسكن الزوجية في دعوى رقم 6207، دعوى الولاية التعليمية في دعوى رقم 3450. اتفضلي امضي استفادة. ايدك يا عروس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قولي ورايا، زوجتك نفسي. أستاذ شفيع، قوم شوف شغلك. تحضرني قصة قصيرة ولكنها طريفة بعض الشيء. السلام عليكم، ممكن أقرأ بعد إذنك؟ هو ده مش توقيع فاتن عمل حربي؟ معلش عشان عايز أنقص واحد صاحبنا. ألف مبروك يا عريس، نقطة الفرح. يلا يلا اتكل انت على الله باللي فول وفرق. يلا ويلا. معلش يا مولانا، العروسه مش عايزه تتجوز. يلا 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 من هنا. ما تخليش يقل معاك، انا محتاج سنة حبيبي. التليفون لا ده غنيمة. يلا حبيبي مع السلامة، شرفت وانست. يلا مع السلامة. يلا حبيبي يلا 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 رفعت الجلسه حبيبي، مع السلامه. يلا يلا بره. مع السلامه شكيب. يلا حبيبي خد الجلسه دي مشيها. يلا بره بره. انت عارف يا سيف، انا اول ما عرفت موضوع القرض ده قلت الواد ده هيبقى رجل اعمال عظيم زي امه بالظبط، ما هي ست اعمال كبيره. قلت اكيد هيحطهم وديعه في البنك، الفايده بقى نصها نسدد بيه القرض والنص التاني نجدد بيه بقى المصنع والمكان ونظبط الدنيا كلها. انت صح يا واد، والله انت صح، والله ما زعلانه منك. قول لي يا سيف، هو بناتك فين يا ابني؟ مش ربنا يهديك بقى وتستهدى كده وتقوم بينا نروح نجيبهم؟
ماما أنا كنت عايز منك حاجة. أمرني يا قلب أمك. هو أنتي مش شايلة فلوس كده؟ يا لئيم، يعني أنت معاك 3 مليون وتتلائم عليا وتقولي فلوس على جنب؟ أنا لو معايا مش هعزهم عليك. طب ولا ذهبك يعني يهب الفلوس؟ ذهبي؟ ماله ذهب؟ جرايه ولا؟ هو في ايه بالظبط؟ لا وقف عدل كده وكلمني وفهمني ايه حكايتك؟ وبعدين ده انت معاك 3 مليون راهن بيه مصنعي، هو في ايه؟ اصلا انا فلوس الرهنيه جبت هدوم متهربه واتمسكت. يا بصبتي السودا، تشعل بصبتي السودا، يا بصبتي السودا. معلش انت عملت كده؟ ما كنتش عايزه اعمل كده. يا لهوي، عايزك تفرحي. يا لهوي، كنت عايزك تفرحي. يعني معنى كده انهم ممكن يحجزوا على المصنع بتاعي ده؟ مصنعي ده هيتحجز عليه ولا ممكن يحجزوا على المصنع يا ولا؟ مش قصدي والله، ممكن يحجزوا على مصنعي. مش قصدي يا فاشل، يا فاشل، يا فاشل. لا انا مش فاشل، ضيعت هنا. انا مش فاشل. لا فاشل، لا انا ام فاشل وزوج فاشل، انت كمان ام فاشله، انت ام فاشله. لا انا كل اللي عملته عشانك، انت اللي خليتيني هنا. دوس على بناتك، اكبت يا ولد، هديك رجعة تحت رجليك. ارمي اهلك هيرجعولك زي ما خدت المصنع بالحرام. او راح احسن. ده عدل ربنا ان اللي يخطف بناته يسرق امه، واللي يهيب بناته يبهدل امه ويبيع امه ويبيع امه. لازم تبيع امه يا فاشل، ضيعتني يا فاشل. عدل حالك يا ربيع، يا ربيع. تونة هاتي كرسي وتعالي اقعدي جنبي. اقعدي جنبي، عايزه احكي لك. طب بالاذن يا ستنا هجيب حاجه للولاد. احكي لك حاجات كتير قوي كنت عايزه احكيها لك، بس كنت دايما اقول مش اوان. لما سيف ابني يبقى كويس ويتصلح حاله ويبقى بني ادم وتعيشوا مع بعض كنت هحكي لك. بس يا خساره سيف ما اتصلحش حاله، سيف ضيع مستقبله وضيعني معاه. أنا كنت عايزة أقول لك إني ما بكرهكيش، أنا كنت بحس بغير منك. أيوة تستغربيش، أنا كنت بغير من شطارتك مع فريتك بتعفري، وعارفة انت عايزة ايه، وعندك ثقة في نفسك، شاطرة كده مثقفة. كان نفسي السيف يبقى زي كده، بس يا خسارة كان نفسي اسيب لهم المصنع ينفعهم. هاتونا ينفعهم. ان شاء الله يا حبيبتي تقومي بألف سلامة. والله العظيم ده في ناس حصل لهم كده وقاموا بقوا زي الفل. الحمد لله ان ربنا مد في عمري عشان اقول لك كل اللي كان في نفسي اقوله لك.
سامحيني يا حبيبتي علشان أنا ربيت ابني وقعدت طبطب عليه وأنن ودلع فيه. أنا ما كنتش بربي بني آدم يا تونة، أنا كنت بسن سيف، سيف دبحني بإيد تلمة. سامحوني يا ولاد، أنا ما كانش ينفع أبداً إن أنا أبهدلكم، بس سامحوني يا تونة، سامحيني يا تونة. أنا سامحك يا حبيبتي، سامحك، هتقومي بألف سلام. تونة بس ايه هو لما ترجعي ترازي فيا ولا اقول لك رازي فيا براحتك، اهم حاجه تقومي بألف سلام. يلا خدي ولادك وروحي يا تونة، كفايه عليكم نظيمه كده، كفايه كفايه نظيمه. تونة تونة قولي للي بره ما يدخلوش سيف عليا مهما عم ربيع بقى عشان خاطري، خليني ادخل ابوس على ايدها واستسمحها تسامحني. ادخل يا ابني خلاص، تعيش انت. بعد الاطلاع على المادة 30 من ذات الباب والتي تنص على أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوة المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفاته وأوجه المخالفة، وهو ما تحقق في المذكرات المقدمة بشأن ذات الموضوع. وبناء عليه قررت المحكمة إحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا لبيان العوار الدستوري فيه. رفعت الجلسة. المحكمة الدستورية العليا ده مش معناه ان انا هاخد حقي دلوقتي، ولا انت ولا احنا كلنا هناخد حقنا النهارده ولا بكره، بالعكس ممكن الموضوع يتحطر، بس على الاقل كده ضمننا حقوق بناتنا، ضمننا حقوق جيل اللي قدام. احنا محتاجين قانون يحقق العدل، مش قانون ظالم يتطبق بالعدل. فاتن